هكذا يبدو المظهر في بحيرة حمرين الخالية تماما من المياه بسبب قلة الواردات ومياه الأمطار، مما أثر سلبا على حياة المواطنين، والتي كانت مصدر رزق للعديد من العوائل التي تسكن في محيط البحيرة. البحيرة صار قبل سنتين أمطار خير من الله، بحيرة انترست، لو أكو تصرف صحيح هاي المي يقتصدون به كان كفى سنتين ثلاثة يكفي، بس احنا جو حلو المي وما بقى مي بالبحيرة. هاي البحيرة ناس كانت عايشة عليه، اللي بالصيد اللي بالزراعة، وهسه هاي المناطق اللي جوا حمرين السنة راح تتأذى حيل، لأنه ماكو مي، حتى محطة التوليد وقفت هسه بعد ماكو توليد كهرباء. ما أكدت مديرية الموارد المائية في المحافظة بأن الطاقة الاستيعابية للبحيرة انخفضت لأكثر من 70%، التي كانت سعتها تتجاوز 3 مليارات متر مكعب، الأمر الذي اضطر لفتح قنوات من نهر دجلة لتوفير مياه صالحة للاستهلاك البشري. هاي الشحة سببها هي قلة الإيرادات اللي وصل بحيرة حمرين بسبب قلة الأمطار وقلة الغطاء الثلجي. بالنتيجة معدل أو الخزين المائي حاليا في بحيرة حمرين بحدود 300 مليون متر مكعب، وبالنسبة لمحطة التوليد بالوقت الحاضر بسبب قلة الإطلاقات المائية هي حاليا متوقفة. وهذه الشحة المائية اللي موجودة استشعرت بها الوزارة برعاية معالي الوزير صدر مهدي رشيد الحمداني، ووضع الاحترازات الأولية، وباشرنا بجملة من الإجراءات من ضمنها محطة تعزيز السالة مع بعقوبة، وهي المحطة بطاقة 3 مضخات مترية بمد أنبوب مزدوج بقطر واتر بتصريف بحدود 2 متر مكعب الثانية. جفاف بحيرة حمرين يهدد سبل عيش سكان المنطقة، وقد تلجأ الكثير من العائلات التي تعيش على الزراعة في هذه المناطق إلى النزوح بحثا عن لقمة العيش في مكان آخر. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي.